السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. اليوم بالكاميرات الجديدة. السلام عليكم من هنا. السلام عليكم. والسلام عليكم هنا. اليوم دلعينكم بتصوير جديد، وفي كاميرا ثانية بعد بنصور فيها بالنص عشان تشوفون التفاصيل. تعيشون معنا الاجواء داخل السيارة. التحدي اليوم فكرة رهيبة مرة، عبارة عن خريطة فيها اشياء: شاورما، تونة، بيتزا، ايس كريم، خبز وجبن وبرجر. معك السهم الاحمر هذا طال عمرك. حلو. ترمي على الخريطة، اذا صدت شيء مثلا شاورما الدائرة هذه خلاص نشتري لك شاورما. لكن لو حاولت تجيب شيء وما جبت شيء، يعني خارج الدوائر هذولي، حلو، احنا نختار لك وش تاكل. يا سلام. تختار تاكل من الحياة ولا من هنا؟ من هنا. حلو. يعني مثلا انت ناوي تجيب شاورما بالغلط قعدت هنا، اختارك تونة. ايش تبي؟ وسلام مسكصي. يا شباب شوفوا والله هنا صح نسيت الكاميرا هذه. والله وناسه كاميرات. بس قبل ما نبدا تكفون نبغى دعمكم، والله تعبنا، شرينا كاميرات جديده ونحاول نجيب افكار جديده، فلا تنسون زر اللايك والاشتراك. تكفون الزر الاحمر، نبغى نوصل مهم يا شباب 8 مليون. تكفون يا شباب اشتراك ولايك. هل انتم مستعدون؟ مستعدون. اول واحد يرمي مين؟ انت. انا. الكبر انت. لا لا انا عبد الله. ولا عبد الله تعال. عبد الله هل انت جاهز؟ بسم الله. طيب زي ما تشوفون اللوحه امام عبد الله الان، وش تبغى؟ برجر. برجر هنا البرجر. لازم تجيب دائره حمراء. يلا 1 2 3. نو نو تونه. لا تونه شباب. وش نختار له شباب؟ ما جاب برجر، يعني نختار له من هذولي. تونه. خبز جبن. خبز وجبن. خبز جبن. ابي شاورما. ما في خبز وجبن. ايس كريم. ما ابي اكل. ايس كريم. خبز وجبن. امسك اللوحه، ها بنروح نجيب لك خبز وجبن. خبز بر. ها خبز بر. وصلنا للسوبر ماركت. يلا يا حبيبنا صامولي. يلا صامولي. والله كثير بس سريع سريع. جبن جبن. وين الجبن؟ هلا والله ابوي. جبن. ها اقول لك الحمد لله، بس اهم شيء غدا غدا. يلا تتغدى، هذا غداك ترى. معي ابوي 6. لا تاخذ واحدة. اقول عاد خبزة. هي خبزة واحدة. هي هذا عشان اخسرك. شاري مليون ملعقة. اعطني والله ما تاخذها كلها، تاخذ ملعقة واحدة. ترحب صفرف يا بلونات. شوف يا بلونات. يلا يا عبد الله امسك هذا غداك وبالعافية. كلها نعمة الحمد لله. سكين. لكن سكين ما سكين فكر. وش بلا دلع. افتح انا افتح المعاني. ساعد. ما يبي ياكل. ما يبي ياكل بالله. هذه كيف اكل منه؟ شلون تاكل؟ ما فيها شيء. تبي العجين ولا نطلع؟ ما تبي؟ لا عشان هات 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 هات. شوفوا يا شباب صاموليها يستاهل. اللي ما يركز زين ما ياكل اللي يبي. بس شوف انا اتمنى واحد يجيب خالد الكل. بس لا تصرف. كل كل اني مش اكيد باكل. اي كل. يلا يلا الان قدامنا. اي لا بسرعه عندك الكاميرا دي. يلا يلا بالعافيه بالعافيه. لا يكثر لا يكثر. والله حرام استقعد لنا والله. المقاطع القادمه انا اذا جاء دوره. اذا جاء دوره يا رب ما تجيب شيء. والله لا اضحك. الرحم. شوف يرحم نص باقي وخلي فاضي. بالعافيه. الحين دور مين؟ انت. لا دحوم. انا دحوم. وش قررت تجيب من خريطه برجر. الاكل برجر. برجر. بس انا راسي هنا انتبه. طيب يلا يلا نشوف. اوه جاب والله جوا الدائره. برجر برجر. شوفوا يا شباب برجر جاب. والله يستاهل. والله برجر ما توقعت. تبغى برجر؟ ها يستاهل والله. ايه لا تجرب لا تجرب. طيب عادي يعني يعطيني. لا انت خلاص خبزه. انت. وصلنا المطعم نبغى نطلب برجر الدحوم حسب ما طلع له. السلام عليكم. السلام. طيب طلبنا الدحوم. ايه يا حظه. يا حظه حظه. اتمنى يجيني زي حظه. كيف الصامولي جبن؟ والله حلو يعني. طيب وانا ننتظر طلب دحوم راح نكمل الصامولي لعبد الله، باقي 6 حبات. ترى الشبعة واحدة. شلون الحمد لله اهم شيء نعمه والواحد يشبع. ايه الحمد لله. وما بس خفيف. بس انك منقهر. اي منقهر بس اني خفيف انا. سيوث ذي واحد. يلا يا دحوم استلم طلبك. صلى الله. وين البرجر؟ الحين بيجي حبيبي. يس يس. ثانك يو. يا ويلكم مان. دورك ولا داري؟ دارك. سعود انا راح. انا بناوي يا شاورما يا هلا. ياكل ياكل ترى. ياكل يا دحوم لا تعطيه. سمح لي واحده يا بعد الجبن حرام عليك. خلي يدك اقول فوق ما ياخذ شيء. الان 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 دور سعد.
لا انت مستعد؟ مستعد. يلا حط لي حداك. اصبر هنوقف شوي. حط لي انا مستعجل. يا رب ما يجيب شيء عشان اضحك. يا رب الشاورما. طيب الان دور سعد. عبد الله طلع له خبز وجبن وهذا طلع له برجر دحوم. الان قاعد من يوم تايط علينا ومسوي نفسك شاورما شاورما. انت في نظري نظرنا. انا ناظرك الان وش تبي؟ اتحداك تجيبها. وش تبغى تجيب؟ وجب خشمك. يلا حط. اتحداك. يلا. فكر ارجع ورا ما تقرب. لا ما تقرب. اخر على الكاميرا ذي. معليش. يلا. فيك توترت؟ توتر. ركز ركز. يا سلام. جابينا يا سعود. هنا فيه محل شاورما في الاخضر. ما غالب. وش تبغى؟ تونة. تونة تونة. تونة. ليه طيب؟ تونة. شو فيك ايس كريم؟ تونة. صح صح. نبي سمع لي اكثر. ابي الصوت انا عالي. ابي صوتك عالي. تكفى. وصامولي ها؟ ما في. تاكل معي الصامولي حقي. الصامولي ثلاثة لي. عبد الله تاكل فيه تونة. طيب ملعقة الصفرة اللي تضحك. خذها خذها وكل تونة. يلا لا. والله طعمها مشكور. طيب هو فكرة. هلا هلا هلا. طيب اسمع اسمع. صيح صيح. اسمع. اسمع الحين مو بالتحدي فكرة انكم تختاروا لي. ايه. طب انتم اخواني اختاروا لي شيء. اخوانك بس نبغى نختار لك تونة. اي والله يعني. لا تزعجني. اطربني. ايه خلي يصيح. خلي يصيح. اه يا سعد وين التونة؟ والله انقلبت عليها. يلا وين ادورها؟ ايش هذه؟ لا لا جيب الاصغر. جيب واحدة صغيرة. ايش هذه اصغر واحدة؟ كثير عليك ذي. بيني وبينك سريع. سريع يا سعد. سريع. اخلص انت ومشيت كذي. ولا تعبتنا. 90. طيب كيف كيف ما نخليهم يشوفونا؟ سعدك. لا. زاي. روح 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 ما عليك بيني وبينك. والله بتعلمك. تعال تعال يا تونة. بس انك كثر الله يهدي تونة. كم جايب تونة؟ وش؟ كم جايب؟ جايب ثلاث. واحدة. وش تبي بعد؟ الحين دوري يا رب. شباب. انا متفائل. شباب. ترى سعد جايب شوكولاتات. والله جايب شوكولاتات؟ ترى جايب شوكولاتات. والله ما تاخذ منها ولا واحدة. زبنا 50 ترى شاري ثنتين. والله ما تاخذ ولا واحدة. وش؟ جبها. جبها. صادق صادق. انا حقتك شفت شاري دبل. اوه شاري دبل. انا احس بعد طعم التونه. ايش في ذا قلب علي قاعد يقول لي جيب لي جيب لي ترى هنا الذكاء العب عليك. الان تاكل تونه. طيب طلع غدا للاخ تونه بالعافيه. الحمد لله يا شباب تونه الحمد لله. ترى في فيتامينات. خلاص ابي لك الفايده يا اخوي. ابي لك الفايده. انا ما ابغى فايده. سعود انت ما شاء الله صحي. لا ماني بصحه ولا شيء ولا شيء. اصبر اصبر ما جاء دورك. اذا ذا نضيف لك شيء ثاني. والله شوف ما بقول له ايس كريم وبيتزا وشاورما. مفترض يا سعود ان سعد يعاقب. شاري اشياء ما تخصه. هذه معي معي والله ما ارجع ارجع للقطه هذه وشوف وشوف كلامه جوا البقاله. ايه في المونتاج بشوف. طيب يا شباب الان دوري. كلتونه؟ لا كل. طيب باكر ما شوي اصبر. بيزار يا شباب ابغى اجيب بيتزا. سعود انت تلعب باليسار. يا ويلك. يلا واحد اثنين جوز كذا. يا سلام النص. والله جتني رساله لقد فزت بخمسه. بايخه بايخه جبنه جبنه وتونه. طيب شباب انا الان جاني بيتزا. بديت فلوق قاعد كل تونه وانا بروح الحين اكل بيتزا وهذا برجر. الخسرانين في هذا التحدي اللي يطقون دايما. والله الان بروح اجيب لي بيتزا. الله ما شاء الله ما حفطر. قولوا ما شاء الله. انت ما شاء الله ما حفطر. الواحد اذا جاي يلعب ما شاء الله يركز. ايه بالعافيه وانا اخوك. ما شاء الله يا الجبن. ما شاء الله العافيه سعود. انزل انا ابي اشم ذي واكل من ذا. شوفوا ما شاء الله انا مستمتع بالبيتزا حقتي يا شباب. بدا ياكل بدا ياكل. اصبر عاد عاد اشمه عاد اشمه. مرة ثانية مرة ثانية. دوبك عشان اكلني اكل ذي بسرعة مرة ثانية. اخر بس هناك يلا. الحمد ربك يا سعود. تبي؟ ما 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 ابغى صحي وما ادري وش. حط حط فوق البيتزا حط فوق البيتزا خضار مكرونة. ما ابغى. افتح افتح فمك افتح. وخر وخر. شوف فم جيب فمك جيب. سعد والله يا ويلك. وخر عني. وخر راسك وخر. وخر. ملايتك صفرة بعد. راسك صحة.
وقر علي. لا لا طب انا بيها كذا اسالك تصارخ صوتك عالي. ما خالف ما خالف بس كل تونة انا سيد ما يحب البيتزا اللي معها تونة فعشان كذا يلا 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 بيتزا لا لا وقف خلاص صيح سممني سممني والله انقل سعتك تكفى انقل انقل سعتك تكفى. طيب يا شباب الحمد لله النعمة وين وصلت المقطع؟ اصبر اصبر طبعا كلها نعمة الحمد لله بس هو فكرة التحدي كذا كل واحد يطلع على حسب اختياره وفرصة صحي فرصة اي والله فرصة لأنه وش المشكلة الواحد يشتي شيء ويجي شيء ما يشتي والله هذا اللي أنا قهرني سو طريق شم وكل والله ترى تنفع. الحمد لله إن شاء الله عجبتكم فكرة هذا المقطع والفلوق لا تنسون زر اللايك تكفون هنا هي نختم لا تنسون زر اللايك والاشتراك في القناة نشوفكم إن شاء الله في المقطع الجاي تونة